هنا 900 أو 85 كيلوغرام أو 5 في الكيلوغرام 8 في النقطة و 9 في القنطار. إذا أصبح لدينا هنا 9.85 كيلو 9.85 قنطار، يعني أكبر بكثير من 1 كيلوغرام. وهنا تصبح 0.9 وهي هذه المدة الأقرب إلى 1 كيلوغرام. نمر 1 كيلوغرام من أقرب إلى 9.3 أم 5 قنطار أم 999؟ ونعرف أن 1 طن يساوي 1000 كيلوغرام، إذا 999 كيلوغرام هي المدة الأقرب إلى 1 طن. 1 كيلوغرام 99 كيلوغرام 92 غرام و 9 كيلوغرام. الوحدة الأقرب هي 99 كيلوغرام، لأن 9 كيلوغرام و 9 كيلوغرام أصبح 0.99 كيلوغرام أقرب من 0.9 كيلوغرام، وبعد هذا أقرب من 2.9 كيلوغرام. 1 غرام 9 سنتيغرام 9 ديسيغرام و 9 ميليغرام. الوحدة الأقرب إلى الغرام هي الديسيغرام من طبيعة الحال، الجواب 9 ديسيغرام. نتمنى أن تكونوا قد فهمتم. إن لم تفهموا أبدا هذه الإجابات عليكم الاستعانة بالجدول والتحويلات. تمرين 7.88 باء مزيلة 999 كيلوغرام من الخوخ في السوق الأسبوع لمدينة أزرق. باء مزيلة 999 كيلوغرام من الخوخ في السوق الأسبوعي لمدينة أزرق، أحيط أقرب قياس لهذه الكتلة 999 كيلوغرام. من طبيعة الحال من هي الأقرب إليها؟ واحد كيلو، واحد كنتار، واحد كنتار، 10 كيلوغرام، 1000 كيلوغرام. كيلوغرام
على شحنة، هو في كل الوقت يقول لك مستوى الشحنة هي 3 طن، يريد أن يصل 3 طن فقط. إذا لكي نعرف الجواب لدي بعض مراحل سوف أقوم بشرحها هنا. إذا أولا 64 يجب أن أعرف الجمل الإجمالية 64، أقوم بضرب 64 ضرب 50 تعطي نتيجة 3200 كيلو غرام. إذا الحمولة القصوى في 64 صندوقا هي 3200 كيلو غرام. 200 و 3200 كيلو غرام تساوي 3.200 تقصر إلى الأحرى طن طن. إذا النتيجة الجمل الإجمالية كيلوغرام، كل صندوق به 50 كيلوغرام و4 صناديق